سنه طيبين، ويا رب الايام دي تكون ايام خير، وربنا سبحانه وتعالى يفك عننا الغم والكرب ونرجع في احسن حال. الفيديو اللي فات اتكلمنا على الاسره 12، اتكلمنا على العظمه بتاعتها، اتكلمنا على قوه الحكام، على المكانه بتاعتهم، ازاي الملوك بتوع الاسره 12 لغايه سنوسرت 3 ملك حكم قوي جدا، ازاي العصر المتاخر نظر لهم النظره دي. هكمل معاكم القصه بتاعت قناه سيزوس تريس، ولكن اللي عايز اوصل معاكم لحضراتكم فيه ان اسم سيزوس تريس هو اسم مجازي قد لا يكون له اي ارتباط حقيقي، بل ان البعض بيقول وفقا للوحات زي لوحه بيثوم وزي لوحه اللوحات بتاعت بطلميوس الثاني ان ربما اتعملت ايام بطلميوس الثاني، خاصه ان هو كان مهتم جدا لو احتل البسخوطه غير انه كان مهتم جدا بالمنطقه بتاعت الدلتا ومنطقه الفيوم كمان بطلميوس الثاني، لدرجه انه سمى اقليم الفيوم كله ارسينوي بوليس على اسم زوجته اللي ماتت الملكه ارسينوي. ولكن بنعرف ان الحكام بعد كده اتكلموا على القناة كقناة مهمة جدا، لدرجة ان ابن عبد الحكم المتوفى 871 ميلادية قال ان عمرو بن العاص كتب لعمر بن الخطاب قال له لقد اكتشفت قناة ستضع حلول لأي أزمات تجارية في الحجاز، انت تعرف القناة التي كانت تحمل تجارة المصريين إلينا الآن هي مسدودة تماما. يعني اذا القناة هنا عمرو بن العاص بيتكلم على قناة سيزوس تريس او القناة اللي بتربط النيل بالبحر الاحمر انها كانت قناة ممتدة حتى القرن السابع. مؤرخين القرن السادس بيقول يتدفق ماء النيل من الشرق الى الغرب الى البحر الاحمر، حيث توجد قناة كأنها ذراع للبحر الاحمر بطول 50 وعرضه 18، وعندها توجد مدينة القلزم انشئت كمدينة كميناء تتوقف عند سفن الهند ومنه تنتقل المنتجات الى العالم باجمع او الى كافة ربع مصر. القناة دي كمان في العصر الروماني كنا نعرفها باسم قناة او قناة تراجان. يعني اذا قناة سيزوس تريس دي ما عنديش قناة السويس، يعني بس دي برضو حاجة تانية مهمة. ليه؟ واحد، ان القناة دي بتربط البحر الاحمر بالنيل وليس البحرين. النصوص المصرية حتشبسوت رمسيس الثاني الحروب رمسيس الثالث والحروب البحرية بتاعته لم تشر إلى تجارة أو حاجة، وبردية هاريسون ما بتشيرش للتجارة جاية وبتنزل من البحر الأحمر، لا ده بيقول لك إن التجارة بتنزل لمينا وبعد كده بتمشي في الصحراء، لو في قناة مش هحتاج إن أنا أمشي في الصحراء. علشان كده القناة يمكن هنا لابد نذكر بالخير عالم مصري اتكلم كتير جدا عنها الدكتور عبد المنعم عبد الحليم، قال انها قناه النيل والبحر الاحمر وليس قناه سيزوس تريس، وان كنت انا بحب اسميها قناه الفراعنه بس مالهاش دعوه بقناه الفراعنه ولا الفراعين بتاعت التلفزيون، لكن القناه اللي عملها الفراعنه لربط النيل بالبحر الاحمر لضمان اسلوب تجاري واسلوب زراعه يضمن ليهم الحياه. اتكلمت كمان على سنوسرت الثالث وازاي كانت اهميته وازاي وصل حكمه الى مناطق في سوريا، وقلت انه ضرب مناطق سيشم على حدود فلسطين، وازاي ان هو في سنه وقمنه عمل تحصينات وقفل مناطق النوبه واصبحت منطقه الكرمه مهمه جدا، لدرجه ان عندي شخصيه حعب جيفاي. حعب جيفاي ده نموذج للحاكم المصري، حعب جيفاي يعني حرب حعبي رزقي، جيفاي يعني يدي المؤنة او الرزق، فحعب جيفاي او جيفا افوي او جيفاوي هنا كأن حابي هو من يرزقني ويطعمني. الراجل ده عاش ايام سنوسرت الاول وكان حاكم على الكرمة والناس كانت بتحبه جدا، وقالوا انه مات في الكرمة على الرغم من انه كان من اسيوط، يعني جاله انتداب يقعد في الكرمة قطعة كرمة في النوبة، وقال ان الراجل ده قال ان هو لما ما قالوا انه لما مات حطوا له 200 300 واحد من اتباعه النوبيين يدفنوا حواليه. اعتقد ان الفكره هنا الاساسيه اللي بيتكلم عليها قد تكون فكره انه ليس الغرض منها عمليه قتله، لا ربما ناس بتحبه فقالوا ان لما يموت حد من اتباعه يدفن جنبه كمحبه، لان هم ضحوا له كمان ب 2000 طور وعملوا له مقبره وعملوا حاجات كبيره. لكن حعب جيفاي ده عندي حاجه مهمه جدا معاه، ان حعب جيفاي مقبرته في اسيوط فيها حاجه مهمه، فيها الكونتراتو اللي كاتبه او العقد اللي هو كاتبه للكهنه يقول لهم ايه الشغل اللي مطلوب او المفروض ان انتوا هتعملوه في مقبرتي، الوقف اللي هتعملوه في مقبرتي. القصه ال 12 لقيت علاقتي بالعالم الخارجي، الحلي بتاعي، بدايه العصر البرونزي، ابتدت صناعه البرونز ومصر كانت بتجيبه من نواحي فينيقيا، ابتديت اشتغل على تجاره وابتديت اشتغل على صناعات.
دولة هدايا بتطلع للحكام، بل ان لقيت وللمرة الاولى، وهنا هصلح لنفسي قبل ما هقول لحضرتك، انا دايما كنت بأشير الى ان تسمية الحاوني بو ذكرت للمرة الاولى في نصوص احمس لما بيتكلم على ام الملك يحطب بيقول انها سيدة الحاوني بو، كنت بقول دي من الاقدم، لا ده انا عندي من الدولة الوسطى اشارة صريحة بيقول فيها صاحبها انه من يمسك بقلمي الحاوني بو اللي هو بحر ايه، قلمي الحاوني بو في الغالب قد تكون طريقتين الكتابة المعروفة في الكتابة الإيجية اللي هي بحر إيجا اللي كانت معروفة في المرحلة دي، وده معناه إن علاقة التجارية مع هذه المنطقة كانت علاقة معروفة وقوية من الدولة الوسطى. وبفكر حضراتكم مرة واثنين وثلاثة وعشر حكاية أن علاقتنا ببلاد اليونان تبدأ والساحل الإيجي تبدأ بدخول الإسكندر أو القرن السابع مع بسماتيك، لا أنا آسف ده بتبدأ من قبل كده، وأنا كنت بقول الدولة الوسطى في حاجات ما أشرتش فيها البحر إيجا الحقيقة، المعلومة دي يمكن وأنا بجهز للمحاضرة لقيتها قدامي وافادتني جدا ان هي هتصلح لي انا كمان ان تسميه الحاوني بو ظهرت قبل احمس وامه ايه حطب. عشان ااكد الكلام ده فاكرين افكركم تاني بسنوهي لما طلع من الحدود الغربيه وراح للشام وقعد في الشام واتجوز وعاش، وكانوا تجار الشام دايما يروحوا له زي ما بيقول ويحكوا له يقول له احكي لنا عن مصر، كلمنا عن مصر، قول لنا، واضح كمان انه كانوا بيعرفوا مصر قديم ويعرفوا ايه الجديد في مصر. عرف مصر ميزان العالم يا جماعه، مصر ميزان شئنا ام ابينا على فكره، مش يعني مش عشان التعصب ولا تحيز ولا حد بيجمل كلام ولا حد بيطبل لحد، لا في كتير من المراحل مصر فعلا ميزان قوه خفيه للعالم كله عشان يتحرك من خلالها. اعرف كمان المنظر الشهير اللي شفناه كلنا لو حضراتكم متذكرين اللي جم معايا المنيا لما دخلنا مقبره خنوم حطب وشفنا ابشا وال37 راجل، واتقال ان ابشا قد يكون هو احد القاب سيدنا ابراهيم وقد يكون دخول سيدنا ابراهيم، وده انا متفق مع حضراتكم ان حكايه الانبياء والدخول والكلام ده محتاجه بس نتروى بالراحه كده ونفهمها بالراحه، وليس الامر هنا له علاقه بسيدنا ابراهيم، ولكن تجاره جايه لي من حدود مصر الشرقيه، الناس قربوا لحدودنا وجدوا في هذا الاقليم اقليم الوعل المقاطعه 16 من مقاطعات مصر العليا المكان الامن اللي اقدر من خلاله ان انا اتعامل مع مصر واتعايش معاها. لقيت كمان العراق بتظهر عندي في اختام اسطوانيه وبعض التماثيل والاواني في معبد الطود، معبد الطود بالدوله الوسطى الاساسات بتاعته لقيت فيها اواني تحمل الطابع من بلاد الهلال الخصيب، لقيت حاجات تانية كتيره جدا، ولقيت ان سنسرت التالي زي ما بقول لكم عمل للبلد دي قيمه كبيره وقوه، ولقينا الفن كمان بيعلى لدرجه رهيبه، عبد المحات الثالث بيتصور في تماثيل الاسد بتاعته وهيئه الاسد بقوتها بعظمتها، زي ما اللي لو فاكرين لما رحنا الفيوم اللي شافوا معايا معبد مدينه ماضي وتماثيل عبد المحات الاسد اللي موجود وتماثيله الموجوده في المتحف المصري التي لم يجد ملوك الاسره 19 زي رمسيس الثاني وابنه ميرن بتاعه، او تمثاله على هيئه معبود النيل حابي وهو بيقدم المنتجات النيل وخيراته اللي الملك باسي باخا نيوت اللي هو بسيسونيس الاول اخدهم ووضع عليهم اسمه الاسره 21، فنون كانت فنون خاصه حملت تابع فن الهدوء وفن الرقي. ولكن ما ارتفع قوم الا وبدات تهدأ الامور وتنزل. لقينا الامور بتهدى، الامور بتنزل، مصر بتتعرض لخطر بيجي لها، الخطر بيبدا من حكام، حكام ضعاف، حكام ليسوا مسيطرين، بيبداوا حكمهم بان هم بيقولوا احنا حافظنا على الامن، على الامن في البلاد، حافظنا على الاوضاع، ولكن الحكام هنا البرديات والنصوص اللي بتتكلم عن مصر ما بتتكلمش عنهم كتير، لدرجه ان بعض النصوص زي برديه تورين مثلا بتعدي ست سنين بتعدي بشرط، يعني ما معناه ملك لا يعترف دي الجميع، لكن من الواضح انه في صراعات حصلت، من الواضح ان في مشاكل حصلت، لدرجه ان بيتكلمني بعض الوثائق على ان 52 سنه فيها 23 ملك، والبعض بيقول انه في ال 52 سنه دول 180 اسم، تخيلين بتديني الرقم لغايه فين؟ ده بيعني ايه؟ انه ربما ملوك تعاصروا، ملوك رفضوا، وده اللي البعض التقسيمه كده، وده يمكن اللي هنتكلم عليه في المرحله اللي جايه ان شاء الله او نكمل بيه ده، والمرحله اللي بعدها نبدا بها الاكسوس مباشره، انه كانت مرحله من الخطوره ان قالوا ان في الاسره دي لقينا ملوك ليهم اثار في الصعيد
وما لهمش اثار في الدلتا، او العكس بالعكس. قال لك ده معناه ايه؟ قال لك ده معناه ربما ان الملوك في هذه المرحله انقسموا. وعشان كده نجد ان البعض لما بيجي يؤرخ التاريخ الحديث يقول القصه 13 حكمت من طيبه مش من ليش، القصه 14 حكمت من سخا في غرب الدلتا، وان هي كانت عاصمه لمصر وكانوا ملوك متعاصرين. لكن اهم حاجه وحاجتين يعني عايز اقول لكم برضو ان انا لقيت ملوك، ملك زي نفر حطب. نفر حطب ده اللي زي ما البعض بيقول ان يونسان حاكم جوبيل لقوه جالس قدام شخص قالوا ان هو ده نفر حطب من القصه 13، لقيت اسم الملك خنجر او خنزير اللي البعض بيراه واللي البعض بيقول انه اسم كان جديد. لقينا بعض الملوك بيتكلم عن انه زار مكتبه اتوم في اونو وقعد وتعلم الحكمه من الكهنه بتوع اونو، عاوز يرجع زي سمسرت اسره 12. لقيت بعض الناس بيتكلموا ان الوزراء والحكام بقوا صنفه صوبه اصحاب قوي، يبعت له يقول له تعال عشان انا استدعيتك بمحبتك عشان ترمم وتعمل المعبد. لقيت امور يبقى يعني الامور هنا ماشيه بشكل غريب. الغرابه بتزيد ده امتى؟ لما الاقي مجموعه نصوص بتيجي اجيب قلم احمر واجي على اناء فخار لونه احمر واكتب اللعنه على كل من باع مصر، اللعنه على كل من فرط في امننا، اللعنه على كل، ويكتب بقى اسم الزبون. الاقي مره اسم حاكم من النوبه، الاقي حكام بلاد الشام، الاقي بدو الصحراء الغربيه، الاقي بعض الملوك. بعد كده الاقي بعد كده المفروض ان احنا نروح متجمعين، خالد كتب ومحمد كتب وابراهيم كتب وزيد كتب، نتجمع كلنا، كل واحد كتبت اللي انت بتلعن سلسفيل اهله كسر يا ابني الناس دي. ايه اللي حصل؟ نصوص اللعنه، مصر بتلعن فيها مش قادره تقاوم المشاكل اللي فيها، فتحنا المندل، فتحنا السحر، بدانا نبص على حدوته الحقونا بالسحر. يجي مانيتون يفسر لي في عهد تيتيمايوس. توتيمايوس ما نعرفش مين، لا أدري كيف عصف فينا غضب الرب وأتانا غزاة من الشرق لا نعلم من هم أتونا عاملونا. وابتدى يتكلم على ناس وحشين قوي 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 قوي، هم موضوع لقائنا اللي جاي إن شاء الله بالتفصيل، وهم ما تعرف في مصر بمحنة الهكسوس. أشكركم ويا رب ما يكتب على مصر أي محن وتكون دايما في خير. تحياتي، سلام عليكم.